اعتقد انه ما ينفعش يتعمل في جزيره بس، لان الجزيره مكان محدود وهنا المكان اكبر. الاعضاء دي كلها هتروح الجزيره ازاي ويبقى في يوم زحمه لك، وهنا مثلا الناس مرتبطه باشغالها هنا ومكانها هنا، ازاي تروح هناك؟ هتبقى صعبه برضه. فاعتقد انه لازم يكون في يومين. هو حضرتك كان طبعا الاقتراح بتاع النادي الاهلي ممتاز جدا، خصوصا ان المكان في الجزيره ضيق، واحنا هنا هو نروح حضرتك ازاي؟ الجمعيه العموميه في حدود 12500، المكان اللي هناك مش هيكفي. قول لي بقى الناس هتيجي تركن فين؟ وهتحط عربيتها فين؟ وهتعمل ايه؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ ما تقوليش حضرتك ان انا هاجي احط صوتي وهمشي. طيب اول حاجه المرور، التعطيل، الدنيا، براحتك ازاي؟ الكميه هتبقى رهيبه من اعضاء النادي الاهلي، ممكن يجي ازيد ب 12500. انما انا لما اجي احدد مكان يومين على في مقرين، طبعا فكره جميله جدا، براحتك ازاي؟ والمفروض ان انا اعضدها، مش انا علشان تصليب الراي يبقى كلامهم مظبوط. احنا اولادنا بيتدربوا هنا، وزي ما حضرتك عارف ان في اعضاء كتير سابوا سكنهم علشان يسكنوا ويبقوا قريبين من مدينة نصر عشان الألعاب. الجزيرة طبعا ليه رونقه وليه مكانته، بس أصبح نادي اجتماعي دلوقتي، فمش منطقي أبدا أن كل العدد ده يجتمع في نادي في الجزيرة. طب الناس اللي ساكنة هنا في مشقة عليهم كده، بيمنعونا من أننا ندلي بصوتنا، فصعب. فأنا أفضل طبعا يبقى يوم هنا ويوم في الجزيرة. والله أنا شايف أن القرار أن هي تتعمل على يومين قرار صحيح جدا، يعني انت بتتكلم في عدد رهيب جدا من اعضاء النادي متوزعين في كل المناطق في القاهره، واغلبيتهم بيبقوا في مدينه نصر. في ناس نقلت سكنها عشان نادي مدينه نصر نادي رياضي، فاغلبيه الناس الاعضاء بقوا يروحوا هنا، والاعضاء الرياضيين بقوا يجوا هنا برضو، وفي نسبه كبيره قوي في مدينه نصر. ومجلس الاداره عمره ما بيقول قرار، بيطلع قرار الا لما بيكون في مصلحه عضو النادي، وان هو ياخد يعني بيبقى عامل لي يومين عشان يجيب كل، يحاول يجمع كل اعضاء النادي. ده حق للعضو اصلا، ملك للعضو ان هو يقول رايه في الجمعيه العموميه. فانا شايف ان اللجنه الاولمبيه يعني ان هي تعترض على الكلام ده يعني شيء ملوش اي لازمه، يعني هو قرار صحيح 100%. والله هو طبعا مقر النادي في الجزيره في منطقه مكتظه طبعا بالعربيات وبالقرب من دار الاوبرا، ومنطقه بتبقى موضوع ان انا اروح المقر هناك بالعربيات والكلام ده بيبقى فيه صعوبه شويه في ركنه العربيات. وبالنسبه طبعا للنادي الاهلي مقره في مدينه نصر بيبقى المساحه اوسع والمنطقه المحيطه تستوعب عدد اكبر، سواء من العربيات الاعضاء او بالاعداد الاعضاء نفسهم. وياريت لو الجهة الإدارية يعني يكون في تنسيق ما بينها وبين إدارة النادي، بحيث إن إحنا لو قدرنا يتعمل الانعقاد على يومين، يوم في الجزيرة ويوم في مدينة نصر، والله دي حاجة تبقى كويس. لو ما كانش ياريت الجهة الإدارية يبقى تنقل المقر أو الاجتماع أو انعقاد الجمعية العمومية للنادي مدينة نصر، للمقر اللي هو في مدينة نصر، لأن المكان أوسع والمنطقة المحيطة هتستوعب أعداد أكبر من الأعضاء أو من وسائل الانتقال اللي الأعضاء هيتواجدوا بيها في النادي. الأعضاء يعني اتعودوا إن هما ما يخذلوش أبداً الإدارة، وأنا متأكد إن هيكون فيه أكتر من 20,000 في الجمعية العمومية، والعدد ده يعني إحنا في آخر انتخابات روحنا كنا حوالي 17-18,000. يعني مس محمود معروف خد 14,000 والجبهة المضاد التانية أخدت الباقي، فمش بعيد أبدا إن احنا نجيب فوق 12,500 بكتير. بس الأهم من كده إن احنا نقعد لغاية ما نحط صوتنا، لأن احنا المفروض يحط صوته من ضمن 12,500 8,500. فأنا بدعو لكل عضو، وأنا عضو جمعية عمومية عادي، ما يعني ماليش منصب في النادي، لكن انا بدعو لكل عضو ان هو يروح ويحط صوته عشان ما يقولش يا ريتني كنت رحت. فهي الوقت في ايدنا، قبل ما تبقى في ايد غيرنا احنا نتمسك بحقنا.